الكمامة نتاعنا نتباعدوا اجتماعيا نخرجوا عند الضرورة وكمامة عندها غير ربع سوايع ونغيره. هو جانب من العملية التحسيسية والتوعوية التي يقوم بها الشباب متطوع من مختلف الهيئات والحركات الجمعوية. المكان بلدية ولاد ميمون بولاية نمسان، أين تم توزيع أقنعة واقية متعددة الاستعمال على المواطنين. يديروا الكمامة هذه في أهليهم والخياتهم والبنية الجامعة كاع. يديروا الكمامة، هذا الوباء راه كاين. العملية ستعرف توزيع كمامات وتحسيس المواطنين حول ضرورة احترام الحجر الصحي. هذه العملية عملية تطوعية ومنها لإفادة كل مواطن بوضع الكمامات لأنها ضرورية.